فيستيفال داري ديزم إديسيون حقا اللي يكون في من يوم يوم 21 ديسمبر سنة 2019 إلى يوم 4 جانفيير سنة 2020. والفيستيفال داري هو في تحت رأس جمهورية إدريس ديبي إتنو اللي يكون في بلاس دي لا ناسيون. فيستيفال داري في سكسي حقا هنا السنة فات دخل يعني الاوت اوتوريتي هي استيسوناليزي دونك من الاستيسوناليزي معناتها بدا شيء خلاص ناسيونال. في ديزيم اديسيون عندنا اشياء جداد ما الاول قاعدين زي انتخاب كونكور هنا ريجيون في دانس فولكلوريك في الغاسترونومي اللي هو يعني كونكور في الطعام في جي هنا التامبولا وبالذات في دارتيفيس اللي كان سنة فات ما قدرنا جبناه يكون السنة جات يوم 31 ديسمبر وبالذات اللي شيء دحين خطينا فوق أكسان كمان جي هنا يال دوباك ديزم إديسيون الأبل ندرون مسعودة بالذات للكوادر هنا أي ريجيون كل الأولاد هنا أي ريجيون إنه يساعد ريجون حقا يكون يريبريزنتي عديل بارسكي فيستيفال داري في البوليتيك حقا أي ريجون هو يشيل مسؤولية حقا يشان الريبريزنتاسيون يكون إفكتيف. وهنا السنة ديزم إديسيون دا ندرو نوصل إلى 300,000 ناس دونك ما نسينا في الجهة هنا سيكوريتي وفي الجهة هنا الأورغانيزاسيون يكون يعني إن شاء الله أحسن من الأول.